الخير للمشاهدين، أهلا وسهلا فيك في بيتك، شرفت على مطرحك. الصراحة سألتني عن شو كتبت في صفحة الفيسبوك، وأنا بقول لك على إنه كتبت من ألم، كتبت من قلق، كتبت من أحيانا شعرت في غضب. عادة أنا بكون متماسك في كلماتي، متماسك في ردود فعلي، ولكن أنا بفكر على إنه اليوم كل شخص بيقعد على جنب وبيخلي الأمور تتدحرج زي ما هي، أو في المسار اللي ماشي فيه اليوم بيكون عم يخطئ في قضية الانتماء لبلده، في قضية الانتماء لعسكري. من هذا المنطلق أنا كتبت، من هذا المنطلق أنا وافقت إنه كمان أظهر على شاشة تلفزيون البسمي، لأنه بهمني جدا إنه اليوم أنا أعطي رأيي، وإنه يسمعوا رأيي، وإنه اللي لازم يسمع لازم يسمع. بكفي عاد أشخاص تقعد على جنب وتخلي الأمور تمشي بدون ما يكون إلهم موقف. على سبيل المثال، كل بيعرف اليوم شو الوضع في آسفيا. أنا بعطيك مثال، يعني أنت وأنت فايت لعندي على البيت اليوم شفت أكوام الزبالة أو النفايات، شفت القذر اللي في الشوارع، مع الأسف مع الكلمة ثقيلة شوي ولكن هاي هي الحقيقة، شفت اليأس والتعب في عينين أهل عسفيا، شفت في أحيانا الغضب تبع مواطنين كثار في عسفيا على الأشياء اللي عم بتدور داخل السلطة المحلية. نبدأ طبعا نبدأ في الأمور السياسية، اللي هي الأمور اللي طبعا مؤثرة على كل مجال الأمور، وللأسف بدل ما تكون السياسي آلية لخلق حياة أفضل، جودة معيشة أحسن، السياسة اليوم عم تستغل بقصد أو بغير قصد لهدم عسفيا، لإرجاع عسفيا سنين كثير لورا مع الأسف. هذا بيبدأ في العلاقات الداخلية في المجلس المحلي بين الأعضاء والائتلاف، بين الرئيس وعضو فلان أو عضو فلان، وهلم جرى. يعني أمور شخصية، ربما أمور شخصية عم بتأثر على مصير عسفيا، وهذا إشي العقل المنطقي ما بتقبله، ما بتقبله. يعني أهل عسفيا اليوم، أخ نديم وأنا بسمع وبحكي كثير محادثات كان لي مع كثير مواطنين من عسفيا، في المناسبات، في الشارع، في العمل، وين ما بتروح نفس الحديث. بقول لك إياها بصراحة، بيقولوا أهل عسفيا هلول بدهن يدمرونا. هاي الكلمتين هلول بدهن يدمرونا صعبات وثقال كثير أخ نديم، وحب علي لو أنه يسمعوها أعضاء المجلس ورئيس المجلس والهيئة الإدارية وغيرها، كلهم يسمعوها ويحتووها في داخلهم، ويعرفوا على أنه المواطن زهق، المواطن زعلان. فأنا بفكر الأمور السياسية لها حل، وإذا انحلت الأمور السياسية باب وانفتح لحلول أمور أخرى. يعني حضرتك أبو يوسف تقول اقعدوا يا شباب حلوا أمورنا سياسية مشان نعيش. شو المشكلة نديم؟ احنا أولاد بلد يا زلمي، والله العظيم أولاد بلد. يعني أنا بقدر أختلف معك في الرأي مليون مرة، مليون مرة، بس إذا أنا وإنت عندنا شعور انتماء لهاي البلد وعندنا خطوط حمراء اللي إحنا ما بنتخطاها، فكل إشي هوين. أنا بقدر أختلف معك في الرأي، ولكن بس يوصل خط أحمر بيهدد كيان عسفيا، بيهدد مصير عسفيا، بيهدد مستقبل عسفيا، أنا وياك لازم نكون مع بعض. واحد منا يتنازل، كل واحد يتنازل شوي، كل واحد يسمع يعطي ذينه للآخر.
أقول لك بصراحة، في جلسات مجلس حضرتها شعرت إنه في مجلس طرشان، مجلس طرشان مع الأسف، كل واحد بيحكي الآخرين مش سامعينه، جايين جايين مسبقا مسبقا بدهنش يسمعوا الآخر. وهذا بيؤسفني، لأنه الأشخاص اليوم اللي قاعدين في المجلس، أعضاء المجلس والرئيس، كلهن أشخاص محترمين فهمانين، اللي بيقدروا ينقذوا عسفيا وبيقدروا حتى يعززوها. شو عم بصير؟ ليش عم بصير هيك؟ أنا مش قادر، منطق تبعي مش قادر يحتوي. بعد ما بفوت على النقاشات اللي بتصير بيناتهم، على سبيل المثال شفتك لما كان موضوع مثلا مجمع المياه أو مسح البيوت أو الخارطة الهيكلية أو اللافتات يعني الأشياء اللي إحنا عم نتناقش عليها من منطلق المصلحة العامة، شو رأيك؟ أنا بحب أكون واضح أخ نديم، أنا عندي آراء جامدة في كل هاي المواضيع، ولكن لما أنا بدي أحكي على النقاش وعلى الخلاف اللي كان داخل المجلس بين الأعضاء، أنا بقدرش أفوت رأيي في النص إلا بعدين بقول لك شو رأيي. حسب رأيي أنا، في هون فئتين، في فئة الدوافع تبعها بتروح في اتجاه معين، وفي فئة أخرى الدوافع تبعها بدها تمنع هذا الاتجاه أو هذا المسار يمشي. هاي أنا حسب رأيي. قديش في كل فئة في قلق على مصير عسفيا أو على مصالح عسفيا أو على مستقبل عسفيا؟ هذا في عليه نقاش، في عليه نقاش، ولكن إسا بقول لك رأيي في الموضوع. تعال نيجي في قضية مجمع المياه. مجمع المياه، وخلينا نحط النقاط على الحروف، بده يفوت على عسفيا شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا مجمع المياه بده يفوت على عسفيا. في رأيك مظبوط مجمع المياه ولا غلط؟ أنا في رأيي، يعني تؤيد ولا لا؟ أنا أؤيد مجمع المياه في 10 أصابع، أنا أؤيد مجمع المياه. ليش أنا بأؤيد مجمع المياه؟ تعال نشوف اليوم شو وضع البنية التحتية تبع المي في عسفيا، تعال نشوف شو وضع جباية المستحقات المياه في عسفيا، وتعال نشوف شو متطلبات أهل عسفيا المستقبلية من ناحية المياه. عسفيا اليوم تخسر كذا ملايين شكلين بس سبخات تضويع مي، هذا ولا حدا بيشربه ولا حدا بيسقي فيه ولا حدا بيعرف وين بيروح. كذا ملايين شواقل في عسفيا بتخسر في كل سنة، والمجلس في وضعه الحالي وفي وضعه في سنين سابقة ما كان يقدر يتحمل هاي المصاريف تيصلح البنية التحتية. ثاني شيء، احنا شايفين على انه جباية الضرائب تبع او جباية مستحقات المياه تبع المواطنين ولا مرة كانت مرضية ولا مرة، ودائما كان فيها مشاكل، دائما كل الوقت كان فيها مشاكل، والمجلس دائما في عجز امام ميكروت، دائما في عجز امام ميكروت. ليش؟ لانه احنا مش عم ندفع مستحقاتنا للمي. ثالثا، احنا مجتمع اللي عم بتكاثر، يعني احنا متطلباتنا في المستقبل اليوم في كذا بيوت في عسفيا، بعد 15 سنة بدك تزيد 30-40% بيوت. هل احنا في قدراتنا في المجلس، في ميزانياتنا، في ادارتنا الحالية، بنقدر احنا نعطي هاي المتطلبات المستقبلية نعطيها حقها؟ ابدا، مش ممكن نقدر نعطيها حقها، مش ممكن. فاليوم في قانون قطري، قانون في إسرائيل ماشي على كل المدن والقرى، مش بس على عسفيا ولا بس على زي ما يقولوا الوسط الدرزي، لا، هذا قانون قطري، إنسان في الكنيسة وصار له كذا سنين ماشي على كل عسفيا. يعني إحنا في عراسنا ريشي؟ فيش عراسنا ريشي يا أخي. إحنا في آيات حالنا مش غادرين ندير المي في عسفيا، ولا غادرين نعطي للمواطن الحقوق تبعه في قضية المي. جاي آلية
حكومية أو غير حكومية، مع قانون بدعمها، مع قانون بدعمها، مع أموال وميزانيات هائلة، تقول لك أنا بدي أدير قضية المياه في عسفيا، وأنا متكفل في كل هاي المشاكل اللي حكينا فيها. بنقول لهم لا، بيجوا بيقولوا لك مع الأسف، يعني إشي اللي طبعا أنا صعب علي أتقبله، بيقولوا لك المجمع بدها تزيد أو بده يرتفع سعر المي، بده يرتفع سعر المي. لنفرض بده يرتفع سعر المي حقا شيكل أو 2 شيكل للكوب، يعني كل مواطن في المعدل بده يدفع في الشهرين زيادة 50 60 70 100 شيكل، 150 شيكل. حط ال 150 شيكل هاللول أو ال 200 شيكل هاللول أمام جودة عيشي، أمام الأشياء، المصاري اللي بده يربحها المجلس، اللي بدها تعود على المواطنين في كل المجالات، في الرياضة، في التربية والتعليم، في البنية التحتية. هاي الأشياء حسب رأيي أنا تستحق إنه أنا كرب بيت أدفعهن زيادة من شان آخذ مي في شكل منظم، وباقي المصاري تقدر السلطة المحلية تستثمرهن في أشياء مهمة في البلد. بعدين اسمح لي أقول إشي وتاخذونيش، بصيرش أنا أسمع من أشخاص بيلبسوا بس فيرموت، راكبين سيارة 200 ألف شيكل، معمرين دار 300 متر، وبقول لك أنا مش مستعد أدفع بعد 100 شيكل مي في الشهر. صعب علي أفهم هذا الإدعاء، صعب علي. أنا بعرف وأنا واثق 100% على إنه في ناس وضعهم مش كل هالقد ميسور الحال، هاللول بالأقلهن حل، هاللول السلطة المحلية وغير السلطة المحلية بلاقوا حل لمساعدة هاي الأشخاص وهاي الفئات، ولكن 80% من عسفيا تقدر تدفع مستحقات المياه لو بدها. فإذا بحط أنا عكفت الميزان، استثمار في البنية التحتية، ميزانيات اللي بدها توصل، أمام إنه إحنا ندفع شوي أكثر في الشهر، لا شك إنه أنا بفضل إنه إحنا ندفع شوي أكثر في الشهر، أما إحنا ناخذ خدمات في قضية المياه بصورة منظمة. 14/7 الجلسة 14 الأخيرة لموضوع الميزانية في عسفيا، والجلسة الأخيرة والثالثة يعني، وفي حالة عدم تصديق على الميزانية هناك لجنة معينة لأهالي عسفيا. أخ نديم، كل واحد بسمع كثير، أنا كل شخص بيقول أنا بدي لجنة معينة، وفي نفس الوقود بيقول أنا ضد مجمع المياه وضد الميزانية، هذا عم بناقض حاله، هذا عم بناقض حاله. في اللحظة اللي بتكون فيها لجنة معينة بده يفوت مجمع المياه وبده يكون في ميزانية للمجلس بدون ما يسألوه، مش زي ما انت بدك يعني. فيش اشي هون زي ما بيقولوا تخنيت كبكشت خا. احنا عايشين في دولة نظام ودولة قانون، واحنا لازم نفهم هذا الاشي، على انه احنا مش مميزين عن باقي مواطنين اسرائيل ولا في اي مجال. اللي بفكر حاله هيك بيكون غلطان. احنا مواطنين عاديين، احنا بلد عادي زي كل البلاد، عندنا مشاكلنا زي في بلاد ثانية في مشاكلها، ولكن احنا مش مميزين. احنا مجبورين نتمشى مع قوانين هاي الدولة، وصدقني قوانين هاي الدولة فيهن كثير من الحق وفيهن كثير من التفكير المستقبلي. فإذا احنا اليوم بنقول بدنا لجنة معينة، المهم يفرض هذا المجلس، احنا عم نخطئ أول إشي مع نفسنا، نخطئ مع نفسنا. ثاني إشي مش عم نصيب الهدف، لأنه كل إشي كنا ضده اللجنة المعينة بدها تجيبه بدون ما تسألنا. وساعتها شو بدنا نعمل؟ نطلع مظاهرات؟ أنا بقول لك أكثر من نص البلد اليوم مستعد تطلع على مظاهرات من أجل مجمع المياه، من أجل التخطيط، من أجل الميزانية. صوتهم مش مسموع، أنا بقول لك صوتهم مش مسموع، ولكن الشارع العسفاوي الساكت بده نظام، بده تطور،
بده نوعية وجودة حياة. شبلي عزام بو يوسف، لو حضرتك نفترض انت رئيس المجلس المحلي للحظة، شو كنت بتعمل هاي المواضيع تنحل؟ انا اول شيء اخ نديم كنت بحاول قدر المستطاع اخلق اجواء داخل المجلس، اجواء تعاون، اجواء تعاون، اجواء هدف واحد. هذا اول شيء. انا حسب رايي هذا يعني انه لو كنت عضو كمان بدي اسال. طبعا طبعا هذا الاشياء، هذا الامر اخ سليم، اخ ابو سليم، حسب رايي كان فيه اخفاق معين، كان فيه اخفاق معين. شعرنا كمواطنين على انه في توتر في المجلس من اول ما بدا، وهذا كان خطأ. كان من الواجب على إدارة المجلس ورئيس المجلس انه يخلق اجواء تعاون وهدف واحد، يخلق نوع من الثقة بينه وبين الاعضاء. انا بقولش على انه ممنوع يكون في معارضة، لا، احنا في ديمقراطية، لكن المعارضة والائتلاف لازم يفهموا في خطوط حمراء وفي اهداف مشتركة إلهم كلهم. الاملاءات الحمولية خربت كثير في هاي البلد ورجعتنا لورا سنين طويلة. وأنا في رأيي الأعضاء الحاليين اليوم، حسب رأيي كيف أنا بعرفهم، شباب محترمين جدا، بيقدروا يخلقوا مواقف إلهن شخصية بدون ارتباط ولا في أي حمولة ولا في أي عيلة، ويكون الموقف مشرف. هن بيعرفوا وأنا بعرف على إنه هن بيقدروا يعملوا، ولكن للأسف في عنا زي الخوف إنه إحنا نتخطى هاي الخطوة، إنه نجي نقول لابن العيلي لحد هون وبس، عسف يا قبلك، عسف يا في الأول. في زي الخوف، في زي إشي اللي بمنعنا نتخطى هاي الخطوة، هاي كلها خطوة واحدة. فأنا بعرفش، أنا كمان كتبت في الصفحة تبعتي إنه أنا كيف بعرف الأشخاص اللي موجودين اليوم في المجلس؟ والله العظيم شباب محترمين جدا، عندهم قدرات، إن كان الأعضاء من الائتلاف ولا الأعضاء من المعارضة، أرض خصبة إنه يشتغلوا مع بعض، أرض خصبة جدا إنه يطلعوا من هذا المأزق اللي إحنا فيه. فأنا من هون يمكن بناشدهم. أيوة هذا. أنا بناشدهم أصدقائي بناء بلدي، والله العظيم والله العظيم شفتكم مع بعض ايد واحدة بترفع الراس، بتعطينا تفاؤل لقدام. بس فرجونا يا اهل، فرجونا. عندنا بعد جمعة جلسة مصرية، اقعدوا مع بعض، سكروا الباب حالكم، اتقاتلوا جوا بنات بعض قديش بدكم، اما اطلعوا في قرار، اطلعوا في قرار واحد من اجل عسفيا، حافظوا على عسفيا، اطلعوا فرجوا حالكم لاهل عسفيا انه احنا ايد واحدة. الأجواء في عسفة كلها بتتغير، الأجواء، المشاعر تبع العسفاوي بتتغير، صدقني بصير حتى في نفس للي ما بيدفعش ضريبة بشكل رسمي، اللي يصير حتى عنده نفس يدفع ضريبة، يدفع مي، ينظف باب بيته. فأنا كل أمل على إنه هاي هي النتيجة تبع الجلسة اللي بدها تكون في 14/7. أبو يوسف فعلا يعني لا مجاملة، لا يمل من الحديث معك، شيق جدا وواضح العسفوية اللي في دمك تجري. تشكر. كلمة أخيرة لأهل عسفيا، بماذا تناشد الناس؟ أنا أخ نديم أناشد أهل عسفيا إنه يعزز الانتماء تبعهم لعسفيا، إنه يعرفوا على إنه عسفيا إلها حق علينا، إحنا المواطنين لازم نعطي منا، ما بيصير احنا ظلنا بس طلبات 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 طلبات. في المجتمعات العالمية كلياتها المتقدمة هيك بدت، المواطن هو اللي عمل للمجتمع، المواطن هو اللي اعطى، المواطن هو اللي تنازل عن حقوقه، هو اللي تنازل عن مميزات امتيازاته من شان يطلع عسفيا، يطلع البلد او يطلع المجتمع لدرجة اعلى. فانا بتوجه لكل ابناء عسفيا، اعطوا البلد شوي، اعطوا البلد، امنحوا بعض كمان شوية ثقة، امنحوا بعض شوية محبة،
انا مش هون جاي اللي بس زي ما قالوا اوعظ على حدا، لا، انت هون عم بتعلي صوتك لاعلى اعلى انا عم مستوى. بعلي صوتي، عم بقول خلص بكفي، يعني بكفي، خلينا ننتقل لمرحلة جديدة، مرحلة افضل. الف شكر لك اهلين وتشرفنا بيك، بضيافتك اهلا يا بيك، عبد. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. احنا فيها عزف يا عم بتنادي رد عليها.